السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثلاث محاضرات اللي فاتوا أخدنا فيهم List Comprehensions وأخدنا الماب والفلتر. المحاضرة دي عشان نقارن بين الليست كومبرينشن والماب والفلتر في البرفورمانس، وإمتى استخدم دي وإمتى استخدم دي. طيب خلينا متفقين الأول، قاعدة عندنا إن الليست كومبرينشنز أقدر أعمل بيها أي حاجة فانكشن الماب والفلتر بتعملها من غير التعقيدات اللي موجودة في فانكشن الماب والفلتر. تقول لي هو في تعقيدات في الماب والفلتر؟ أه في تعقيدات في الماب والفلتر، اللي هي فين؟ لما اجي اعمل لامدا فانكشن، ساعات اللامدا فانكشن بتبقى معقده جدا، وهنشوف مثال على ده كده النهارده. تمام. تاني بوينت، الكاتب ماشيين من ريفرنس اسمه فلوينت بايثون، ده البوك ريفرنس بتاعنا. فالكاتب بيقول لك اللي هو كان بيعتقد ان الماب والفلتر اسرع بكتير من الليست كومبرينشنز، بس ما طلعتش دي الكيس، طلع الكلام ده مش صحيح، واعطانا مثال عشان نشوف الليست كومبرينشنز سبيد عامله ازاي بين الماب والفلتر. مثال بسيط جدا هنرن ونشوف. اخر حاجه احنا لسه هنتكلم على الماب والفلتر اكتر بس في شابتر 7. تمام. طيب تعالى نروح نشوف المثال بتاع الكاتب ده. باختصار المثال بتاع الكاتب هيرن مره ليست كومبريهنشنز ومره هيرن ليست كومبريهنشنز مع فانكشن اكسترنال. هيرن كل واحده فيهم 5 مرات ويشوف الوقت اللي اتاخد قد ايه. بعد كده يعمل نفس الكلام ده، اول مره هيعمل بفلتر ولامدا، تاني مرة هيعمل بفلتر وفانك، عايز يشوف انيو اسرع. تمام. بس عايزين نشوف الفرق في السرعة، فرن الكلام ده ونشوف. لو رنينا كده هنلاقي الاول مثال في الليست كومبرينشنز الافرج بتاعه حوالي 0.004. طيب نفس المثال ده بالفلتر والماب خد 0.06. تمام. يبقى الليست كومبرينشنز في اول مثال هي اللي ايه الاسرع، انما الليست كومبرينشنز مع فانكشن اتاخدت حوالي 0.08، هنا الفلتر مع الفانكشن اخدت 0.05. يبقى هي الكيس مش على طول الماب اسرع والفلتر، ومش على طول برضو الليست كومبرينشن اسرع انا بفضل ايه في الشغل؟ انا عامه لما اجي اشتغل اغلبيه الوقت بستخدم الليست والليست كومبرينشن، نادرا جدا في حالات بستخدم فيها الماب والفلتر. تمام. يبقى دي الجنرال كيس بتاعتنا. طيب ناخد بقى شويه مثالين يبين لنا الفرق بين الليست كومبرينشن والماب وازاي احول بينهم بين بعض والفرق في السرعة. أول مثال عندنا، أنا عندي مجموعة داتا بتاعت أشخاص فيها الاسم والعمر والمدينة بتاعتي، وأنا عايز أجيب الأشخاص اللي هم سنهم أكبر من 21 سنة، بس عايز أعرف أسمائهم. مين أسماء الناس اللي في الليستة دي اللي أكبر من 21 سنة؟ إيه أسمائهم؟ تمام. هقول الأدل الأدلتس اللي هم البالغين يعني، وأعمل إيه؟ أقول فور بيرسون ان داتا، هات لي بيرسون من الداتا دي. طيب انا عايز اشوف ايه اف البيرسون، لان البيرسون ده عباره عن ديكت، اف البيرسون ايج اكبر من او يساوي كام؟ 21. يبقى ده راجل ايه؟ بالغ. عايزه يعني ايه؟ ترجعه قبل الايه؟ الفور لوب دي. طيب هل حضرتك عايز البيرسون اللي هو الديكت ده، ولا عايز النيم منه بس؟ عايز النيم بس، فتقول ايه؟ بيرسون نيم. فانت كده معاك ليست كومبرينشنز فيها اسماء الناس اللي ايه؟ اللي اكبر من 21 سنه. لو عملت برنت ايه اللي هيحصل؟ هرجع لك جون وجيني، ايه الاثنين اللي هم اكبر من 21؟ ده مش هرجع عشان 18 سنه. تمام. طيب لو عايز اعمل الكلام ده بس باستخدام الماب والفلتر هعمل ايه؟ اسال نفسي انا عندي كونديشن، اي كونديشن يبقى ايه؟ فلتر وانا مغمض. طيب وده عندي بقى البيرسون رجعته وعايز جزء منه، ده يبقى ايه؟ ماب، صح؟ ده يبقى ماب. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ اعمل فلتر الاول. فلتر اهي، فاهم؟ دي الفلتر. الفلتر هتاخد ايه اول حاجه؟ اللامدا فانكشن. خد الفانكشن. طب الفانكشن دي داخل لها ايه؟ داخل لها البيرسون. عايزه تعمل ايه؟ شوف هل البيرسون ده الايدج بتاعه اكبر من او يساوي 21؟ فكده هترجع ايه؟ ترجع ايه؟ الفانكشن دي هترجع ايه؟ كل البيرسونز اللي ايه؟ اللي عمرهم اكبر من 21. طيب دي مين؟ هديها الداتا بتاعتي. لو جيت عملت الكلام ده ليست طبعته، ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي الناس بس كايه؟ كديكت. هيطلع لي الديكت ذات نفسه، هيطلع لي كل دي، كل ده، الدكشنري ده والدكشنري ده، صح؟ لو عملت رن كده طلع لي الدكشنري ده كامل، ليست فيها الاثنين ديكشنريز. طيب انا عايز احل المشكله دي اعمل ايه؟ انا خلاص فلترت الداتا وعامل ايه؟ جايب الماب فانكشن كده، مدخل
الماب فانكشن دي الداتا اللي راجعه لي صح، دي الداتا اللي انا عايز اعمل عليها الماب. طيب والاول اول ارجومنت بتاخده الماب ايه؟ اللامدا. طيب هقول لها لامدا ايه؟ لامدا ايه؟ هاتي لي البيرسون. طيب واعملي عليه ايه؟ رجعي لي البيرسون ايه؟ بيرسون ايه؟ نيم صح؟ رجعي لي البيرسون نيم من البيرسون، مفهوم كده؟ طيب لو جيت رنيت هرجع لي نفس الكلام. حلو جدا، اظن الليست كومبريهنشن اسهل بكتير قوي في الكتابه بدل ما اعمل كل القصه دي صح. احنا مش بنقارن في الاسهل في الكتابه بس، يعني الاسهل في الكتابه اللي يكسب الليست كومبريهنشن. طب تعالى نشوف السبيد. طب عشان نشوف السبيد هنعمل ايه؟ عملت نفس المثال هو هو بالظبط، وعملت امبورت كتابه التايم تايمت، وهشوف دلوقتي هرن ده الرقم ده اللي هو كام مره، الرقم ده اللي هو تقريبا مليون مره، رن الكلام ده مليون مره بتعمل ليست كومبرينشن واشوف اخد توتال تايم قد ايه، ورنه مليون مره بالماب واشوف اخد برده توتال تايم قد ايه. عملت رن كده فهبص هلاقي الليست كومبرينشنز اخد قد ايه، اخد 0.265 سكند. طيب ده اخد 0.5 تقريبا الضعف، ضعف يعني كمان الليست كومبرينشن في الحاله دي كانت اسهل واسرع. لو خلينا مثلا 8 مليون 8 مليون عملنا رن هتاخد وقت شويه، بس هنلاقي برده الليست كومبرينشنز اخدت هنا حوالي دقيقتين، الثانية هتاخد أكتر من كده، حوالي قصدي ثانيتين، دي أخدت 4 ثواني شوية، تمام؟ فالليست كومبرينشنز في حالة زي دي أسهل بكتير، ألطف في الكتابة، وكمان أسرع في التنفيذ، تمام؟ طيب المثال رقم 2 عندنا هو بقى مثال إيه؟ معقد شوية، ليه؟ لأن أنا عندي نستد ليست. طيب أنا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز أطلع العناصر البوستيف من الماتريكس. ممكن اقول بوستيف وهعملها بالطريقه التقليديه، الطريقه القديمه جدا. لو واحد ما اعرفش اي حاجه دلوقتي عايز اعمل الكلام ده هعمله ازاي؟ اقول فور element in matrix صح؟ فور element in matrix، وبعدين فور رو ان element مثلا صح؟ ايه؟ الاليمنت اللي في الماتريكس ده هيعمل ايه؟ هيرجع لي كل ده. وانا عايز اخش جوه ده كمان فاقول ايه؟ فور رو ان element. فور رو ان element تعمل ايه حضرتك؟ خلي كتبت الايمنت غلط ماشي، خلي البوستيف دوت ابند ايه الرو، ايه الرو دوت ابند الرو امتى؟ دوت ابند الرو اف الرو اكبر من الزيرو صح. لو الرو اكبر من الزيرو هو بوستيف، فايه زوده لي في الليست بتاعت البوستيف. لو جيت هنا في الاخر قلت له برنت البوستيف دي ايه اللي هيحصل؟ هتبع لي الارقام البوستيف بس اللي هي ايه، واحد من هنا والاثنين والخمسه من هنا والثمانيه، واحد واثنين وخمسه وثمانيه صح كده؟ كلام ممتاز لغايه دلوقتي، كلام ممتاز. طيب في تركيه صغيره، انا عايز اعمل الكلام ده ليست كومبرينشنز، اعمله ازاي؟ اعمل ايه؟ اقول بوستيف بتساوي، هو انت قلت لي ايه في الليست كومبرينشنز؟ قلت لك خد الفور لوب زي ما هي، فاخد اول فور لوب زي ما هي، فانا عندي فور لوب ثانيه زي ما هي، طب ما تاخدها يا عم زي ما هي، اهي خد اللوب ثانيه زي ما هي. طب انا عندي كونديشن، خده يا عم زي ما هو، ما هي دي اصلا ليست كومبرينشن، نفس اللي انت كنت بتعمله قبل كده بس لميته لك في سطر واحد. طب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ارجع، لو في الشرط ده ترجع ايه؟ ترجع الرو. طب حطه هنا خلاص كده، خلصت كده، خلصت ليست كومبرينشن. لو جيت طبعتها ايه اللي يحصل؟ لو جيت طبعت الكلام ده هيطلع لك ايه؟ نفس الارقام بالظبط. يبقى الليست كومبرينشن سيمبل جدا، انت كنت عايز تعمل ايه؟ عايز تفول لوب على اليمنت في الماتريكس ده. طيب عملت فور لوب عليه فلقيت ان الاليمنت ده عباره عن ليست ثانيه، فانت عايز تفور لوب على الاليمنت ده فتقول ايه؟ الرو ان اليمنت. انت كده حد ليست على الكلام ده، عايز تشوف ايه؟ ايه في الرو اكبر من الزيرو؟ هل الرو ده اكبر من الزيرو اللي جوه بقى؟ اه لو اكبر من الزيرو اعمل ايه؟ رجعه. طب لو مش اكبر من الزيرو خلاص ولا كانك شفته، تمام؟ يبقى الليست كومبرينشن سيمبل جدا. طيب عشان نعمل الكلام ده الفلتر والماب الموضوع مش لذيذ شويه. ليه؟ لان انا عندي نستد ليست، نستد ليست انا عايز اخليها لستايه واحده عشان اعرف اتعامل معاها بسهوله في الماب والفلتر. نعمل كده، لو هفرض ان انا عايز استخدم ماب وفلتر بس مش عايز اعمل الكلام ده بره الماب والفلتر، اعملها ازاي؟ هستخدم اللامدا فانكشن، وانا قصدي اعملها باللامدا فانكشن انا هفتح لكم ايه جزئيه كده في اللامدا فانكشن حته ادفانسد. طيب اللامدا فانكشن بتتعمل ازاي؟ انا عايز لامدا فانكشن، تمام؟ بس خلي بالك انا هنا مش عايز اخد انبوت من اللامدا فانكشن، انا عايز اللامدا فانكشن دي انا عايزها تخلي لي الليست دي
الليست دي عباره عن ليست واحده، فانا ممكن اقول لها خلي الانبوت بتاعك ليست فاضي. حلو. طيب اللامدا فانكشن دي دلوقتي اخذت ليست فاضي. طيب لما اللامدا فانكشن تاخد ليست فاضي، انا عايز الاوتبوت يبقى عباره عن ايه؟ عايز الاوتبوت نستد ايه؟ النستد ليست دي تبقى ليست. اعملها ازاي؟ ما انا ممكن ابلاي فانكشن الماب، ابلاي فانكشن الماب، بس هقول للماب اعمل ايه؟ هقول للماب خدي لامدا ثانيه، يبقى نستد لامدا، لامدا ولامدا، خدي لامدا ثانيه. اللامدا دي اعملي فيها ايه؟ خدي ايليمنت، خدي ايليمنت، ايليمنت منين؟ خدي ايليمنت، ايليمنت وهنا ده العنصر الثاني الماتريكس. طيب اللامدا دي هتاخد الايليمنت بس هتعمل فيه ايه؟ هتكسيدنته. اكسيدنت فين؟ في الايه، في الايه يعني، هتاخد الاليمنت ده تعمل له اكستند في الايه. انتوا عارفين يعني ايه اكستند؟ يعني توزع الليست دي على ايه؟ في الليسته دي، يعني مش هتحطها زي ما هي، هتحط فيها يعني الابند بيدخل النست ليست زي ما هو، الاكستند هيدخل عنصر عنصر جوه الليست دي. تمام. فهنا كده انا عملت ايه؟ قلت اللمضه دي عندك امتي ليست، روحي خلي الاوتبوت بتاعك ماب، هاتي لي لامدا تلف على اليمنت اليمنت في الماتريكس ده تعمل له اكسيدنت بالايه. طيب كلام ممتاز، خلاص الايه دي بقى فيها كل العناصر دي في ليست واحده، خدت بيها ايه؟ ولا اي حاجه. ليه؟ لان الفانكشن مش عارف استفاد حاجه من الماب دي، الماب دي كده عشان انا اصلا عشان انفذ الماب، عشان اتريت على الماب، الماب ده اتريتور، عشان اتريت عليه اقل واجب اعمل كده. النجمه دي بتعمل ايه؟ بتخليني اتريت على الايه؟ على الماب. تمام. يعني النجمه دي انا كده هقدر اتريت على الماب ده. تمام. طيب حضرتك اتريت على الماب، طيب استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه، بقى عندك عناصر كتيره من الماب برضه ما استفدتش حاجه. انت عايز الايه ترجع، واللامدا فانكشن ما فيهاش ريتيرن. طب مش ده الريتيرن؟ الريتيرن فيه الماب دي، يرجع كل العناصر اللي هترجع الماب. طب ما ممكن اقول الريتيرن ده تاني يرجع لي معاه ايه؟ رجع لي معاه الاي دي، هو الاي دي السكوب بتاع الفانكشن دي، فرجع لي معاه الايه. طيب بعد ما حضرتك ترجع الايه، هل حضرتك بقى عايز كل الليسته دي ولا عايز الايه بس؟ عايز الايه بس. طب الاي دي في الطابل ده هي الاندكس كام؟ الاخير. طب الاندكس الاخير اللي هو كام؟ انا مش عارف دي كام واحده ولا واحده، بس انا عارف الاندكس الاخير ممكن اجيبه ازاي بكل سهوله، اجيبه ازاي؟ ماينس واحد، هات لي الاندكس الاخير بتاع الكلام ده. طيب انا كده خلصت ايه؟ اللمضه. وانت عايز تعمل ايه؟ نفذها، نفذ اللمضه دي. طب تعالى نبرنت وتشوف ايه اللي هيحصل لو برنت الكلام ده، ايه اللي هيحصل لو عملت برنت؟ رجع لي ايه؟ ليست فيها البوستيف بس، واحد سالب واحد، زيرو، 2، 5، سالب 9، سالب 6، سالب 3، 8. اوكي؟ يبقى رجع لي ليست فيها كل العناصر، صح؟ كل عناصر في ليست واحده، نستد ليست، ده الهدف منها. تمام؟ انا كده خلصت اول جزء اللامدا دي. ماشي؟ طيب عايز بقى ادخلها جوه الفلتر عشان نشتغل. ادخلها ازاي؟ خلاص انا عملت الجزء الصعب. بقول كده ليست، وهات لي كده الفلتر، الفلتر دي هترجع ايه؟ هترجع الاليمنت، الاليمنت اللي هو جاي منين؟ اليمنت اللي اكبر من ايه؟ الزيرو، صح؟ انا عايز البوست بس، فالاليمنت اللي اكبر من الزيرو. طيب ماشي، هرجع لك الاليمنت اللي اكبر من زيرو، بس الاليمنت اللي اكبر من زيرو جاي منين؟ من مش من الماتريكس بقى، جاي منين؟ من اللامدا اللي انا عملتها دي. اللامدا دي هي اللي هترجع الليست اللي فيها ايه؟ العناصر. طيب وانا نسيت هنا اكتب كلمه لامدا، الفانكشن الاولانيه اللي هو ايه؟ بياخدها. تمام. فكده الفلتر دي بتعمل ايه؟ بتاخد لامدا فانكشن، بترجع الاليمنت، الاليمنت بتاعه اكبر من زيرو، دي سهله جدا. طيب مش هينفع اديها الماتريكس دي، انا لازم اديها ايه؟ استايه واحده. عملت ايه؟ استخدمت لامدا تانية هنا، اللامدا دي عملت فيها ايه؟ كريت ليست فاضيه، ودخلت عرفت فانكشن ماب، قلت ماب لف لي على ايمنت ايليمنت ايليمنت جوه ايليمنت ايليمنت جوه الماتريكس، اعملي له اكستند في الاي دي، وعملت اتريت عليها. تمام. عملت اتريت على الماب دي. طيب بس انا ما استفدتش حاجه كل الاتريتور ده، خلاص الاتريتور ده هيعمل ايه؟ هيعمل اكستند هنا وهيرجع نن، ان هو هيعمل اكستند في الايه وهيرجع نن، فانا مش عايز كل الفاليو دي، انا عايز فاليو بتاعت ايه؟ بتاعت الايه بس. طب الفانكشن دي ما فيهاش ريتيرن، اللامدا ما فيهاش ريتيرن، فاعمل ايه؟ مش هو ده الاوتبوت اللي بيرجع؟ خلاص رجع لي مع الاوتبوت ده الايه؟ دبل. طيب انا عايز اي، انا عايز العناصر اللي جايه من هنا؟ لا انا عايز اخر عنصر بس في الدبل، فاعمل ايه؟ قول له هات لي الماينس 1. بعد كده اعمل اكسكيوت لللامدا دي. تمام. وبعد كده ايه؟ بعد كده انا عايز افلتر على الكلام اللي راجع من ده، السيكونس ده خلاص الليست بتاعتي، فاعمل فلتر ازاي؟ هو الفلتر
ارطل لي element element خلاص بقى معايا element، هات لي element اللي اكبر من ايه؟ من زيرو. خلي لي الكلام ده كله في ايه؟ في list، وسميه ايه؟ positive، وسميه positive، وبعد كده اطبعه. طبع لي ايه؟ طبع لي البوستيف بس، واحد واثنين خمسة ثمانية، تمام؟ طيب المثال ده لو ما فهمتوش مش مهم، انا بس عايز اوريك ازاي سيمبل يعني اكيد ما فيش حد منطقي هيكتب كل دي فانكشن، تمام؟ هو الفكره في ايه؟ اللي انا بوريك قد ايه سيمبل، دي الطريقه الاولانيه، بعد كده سهلنا على نفسنا فعملنا ليست كومبرينشنز، بعد كده عايز تعاد على نفسك عقد، تمام؟ تعال نشوف الفرق بسرعه، مين فيهم اسرع بقى، هل الكلام الجميل ده ولا العنوان ده؟ لو انا حرمنا نفس الكلام ده برضو مليون مره ومليون مره، ونشوف الفرق في السرعه. الليست كومبرينشنز هتخلص في قد ايه، والماب والفلتر هتخلص في قد ايه؟ طيب الليست كومبرينشن خلصت في 0.4 ثانيه، انما الماب والفلتر اخدت ثانيه وبوينت واحد. لو خلينا دي خمسه ده خمسه، ضمننا تاني 5 مليون مره، فده اخد ثانيتين. انا بقى نشوف الليست كومبرينشنز هياخد كام ثانيه، ياخد 5.7 ثانية، تمام؟ ده درس بسيط كده حاولت ابين لكم الفرق بين الاثنين، وان شاء الله هنتكلم عن الماب والفلتر تاني في شابتر 7. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.